بعد أن أكدت أكثر من 15 حالة كورونا في محافظة تعز، عمد مكتب الصحة والسكان للعديد من التدابير الاحترازية التي تهتم بالجانب الصحي المجتمعي. طبعا عدد الحالات المسجلة في محافظة تعز منذ بداية أول حالة حتى الآن 15 حالة، المتوفاة منها 3 حالات، ما زالت تحت العناية المركزة حوالي 5 حالات، وبقية الحالات إما قاربت على التماثل من الشفاء وإما وضعها مستقر وتخضع للحجر المنزلي. طبعا كما يعلم الجميع بخلال أسبوع إلى 10 أيام يصل عدد الحالات إلى 15 حالة، معناته أننا قادمين على كارثة. الرسالة أحب أوصلها للمجتمع التعزي بالذات أن كل الشعوب التي أهملت وتجاهلت ولم تعي معنى الإجراءات الاحترازية من الوفاء كانت فيها الكارثة أكبر. لذلك أتمنى من الله أن يعي أبناء محافظة تعز أن من الأهمية بمكان اتخاذ الإجراءات الاحترازية ما تقوم به إدارة العامة مكتب الصحة والسكان، واستنفار كامل لكل فرق الاستجابة السريعة في عموم مديريات وحارات ومناطق محافظة تعز التي تعمل ليل ونهار على تتبع الحالات إما القادمة من خارج تعز ومن المناطق التي تشهد فيها الوباء، أو لتتبع الحالات المخالطة للحالة المؤكدة، ونجمع بياناتهم وتحليلاتهم بشكل يومي وتم إرسالها إلى قيادة وزارة الصحة وإلى الجهات المعنية لتحليل هذه البيانات والخلوص بنتائج وإجراءات. اليوم كنا في اجتماع للجنة الطوارئ المصغرة برئاسة الأخ محافظ المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الأستاذ نبيل شمسان، ووجود القيادة الأمنية ممثلة بقائد المحور العميد الركن خالد فاضل وبعض القيادات الأمنية والقيادية في محافظة تعز. ناقشنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب تفعيلها في محافظة تعز، وعلى سبيل المثال الإجراءات التي وجهت بها اللجنة العليا للطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن بإغلاق الحدائق والمساجد وصالات الأفراح، واتخذت اليوم اللجنة تدابير بإغلاق كل هذه المرافق حتى في أيام العيد القادمة، والتوجيه والتواصل مع عقال الحارات ومشايخ القرى والمديريات على توعية الناس بعدم ممارسة العادات اليمنية الأصيلة، الزيارة العيدية وتفقد الأرحام وتفقد الأسر. في هذا العيد طلبنا منهم أن نؤجل هذه الزيارات ويكتفى بالتواصل عبر وسائل الاتصال التلفون أو وسائل التواصل الاجتماعي، خوفا من انتشار هذا الوباء في أسر المجتمع وبالذات في المناطق الريفية. والمجتمع بدأ يعي دوره التوعوي المباشر والغير مباشر بإقامة التوعية عن فيروس كورونا، وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة وفروعها ومنها تعز تشتغل على هذا الجانب. نقيم حملة بالتوعية حول فيروس كورونا، والحملة بتضم المحافظة بالكامل، معنا أربع مديريات داخل المحافظة، لصبر والمظفر وصالة والقاهرة، أربع مديريات، وغدا إن شاء الله سوف نتحرك باتجاه التربة والمعافر. محافظة تعز مقبلة على تلوث بيئي حقيقي وخصوصا في مرض الكورونا، ولهذا مكتب الصحة والعديد من المنظمات المجتمع المدني تعمل على التوعية في هذا الخصوص. نعيم خالد، قناة عدن فضائية، تعز.